فلن يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وعلى حبي علي الأكبر فارثا بأعلى أعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل من سبيل للرقاد النائي ليداعب الأجفان بالإغفاء حزن ابن ليلى يستدير مدامعي ومضاء عزمته يثير هنائي توجه شمائل أحمد بسماحة وفصاحة ومضاء ومجلبب من حيدر بشجاعة ومجلبب حيدر بشجاعة ومن الحسين موشحٌ بإباء والسبط يرصد فوق جبينه للناظرين أدركني أيوا عليا وإذا يا به يدعوه أدركني فقد داريا ورت علي بجمعي أعداء فريسة وجل الصفوف وغان صف الأجواء بأي صورة لا أرى علي الأكبر ألفاه ومنعفر الجبين مضمخا
الفا ومنعف والجبين تمازجت حمر الدماء بوجه بوجنتين بيضاء يا عدل قد قتلوا شبيه محمد فانزل بساحتهم عظيم بلاء وشلون حال يوم شاف من المهر طايا يا دارت على ذاك العزيز خيول ورمغ ما حد يلومه لو جلس عند ابنه وصايا يا ابني على الدنيا العفايا رحت من دي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. روي عن إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. نور قلوبكم ومجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هناك منظومة حقوق وواجبات في المجتمع شرعها القرآن، بل كل القوانين حتى غير الإلهية حتى الوضعية يعني، وليس لإنسان أي حق دون أن يعطي في المقابل للآخرين حقهم، فأي خلل في هذه المعادلة يحدث إرباكا ويحدث مشاكل في المجتمع، وسأبين من خلال بعض النماذج في هذا المجال. هذه الثقافة وهذه المسألة التي يغفل الإنسان عنها عادة، لماذا؟ لأنه الإنسان أحيانا يريد الذي له وينسى مال الآخرين عليه باعتبار حبه لذاته، باعتبار حالة الدوران حول ذاته. شوف دائما يطلب بالحقوق، المرأة تقول أنا بدي من زوجي هذا، الزوجة تقول لا زوجتي مقصرة معي، الابن يقول لازم الأب يعطيني، الأهل يقول الابن ما بيحترم مثلا أو ما يطيعنا، وهكذا تشوفوا الآن في حياتنا اليومية كل يلقي التبع على غيره ولا يسأل نفسه هذا السؤال: طيب أنا ماذا عملت؟ أنا ماذا عملت؟ من الرئيس ومن الحاكم وإلى أصغر إنسان على مستوى السياسة مثلا. الآن السياسيين يقول الشعب مثلا، الشعب عليه كذا، الشعب لازم يتقيد بالقوانين، الشعب إلى آخره. طيب تأتي تسأل الحاكم: أنت ماذا قدمت للشعب؟ ماذا قدمت له؟ فتصير أزمة ثقة، تصير مشاكل، تسوء الثقة بين المجتمع وبين المجتمع وبين الحاكم. ولهذا تشوف الآن بلاد العربية، بلاد الإسلامية، بلاد يعني منظمة أمنية، عبارة عن منظمة أمنية، منظمات أمنية تحكم البلاد. تشوف الإنسان لأن الحاكم يخاف، أقرب المقربين إليه يخشى من عنده، والشعب يخاف من الحاكم. ما عندنا ذاك يعني الشيء هذا قد يكون مثالي الآن، إنه واحد يأمن الحاكم يطلع بالشارع يمشي أمام الناس ومخايف منهم، لا، محصل نفسه. لماذا؟ إذا كان الناس يحبون الحاكم وإذا كان الحاكم عادل فلا يخشى من الناس، بالعكس هو يكون مع الناس. مكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع الناس وكان في المسجد النبوي جالس والناس يأتون إليه.
الآن حيث أنه كل يطالب بالحق ولكن لا يفكر أنه هو لابد أن يعطي الآخرين الحق، تحدث هذه الأزمات. هذه الثقافة لابد لنا أن نكرسها ولابد لنا أن نمارسها أيضاً على مستوى القول، على مستوى الكلام، على مستوى المناظر. قد يكون كثير من يعرف عندنا منظومة كاملة للحقوق، عندنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه ترك لنا تراث كامل في رسالة الحقوق يبين الحقوق تقريبا بشكل كامل وإن كان بشكل مجمل يعني مختصر، ولكن يعطي الخطوط العامة ويبين تبدأ من حق الإنسان، حق الله عز وجل، إلى حقوق الوالدين الأبوين، إلى الجيران، إلى الجوارح. الجوارح تصور أنت الإمام زين العابدين قبل 1400 سنة يذكر لك ماذا، ما هو حق يدك عليه؟ واحد إيده له حق عليه؟ نعم له حق عليه. ما هي حق أذنك مثلا؟ حق أذنك ماذا؟ كل الجوارح يعطيك تفصيل كامل في هذا المجال. فإذا حتى هذه الثقافة تكون مفعلة، مو إنه بس يعني كلام نعرفه وبقى خلاص. والإنسان وذا الله تعالى ينعى على بني إسرائيل ويعيب عليهم، يقول ماذا يعبر عنهم؟ يقول كمثل الحمار يحمل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل مجموعة من المعلومات وخلي كتب عليه ماذا تنفعه؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، واحد عطشان لكن هو الماء فوق ظهره. على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى الإنسان يمارسها بحياته. يعني الآن نبدأ نعطي مثال حتى لا نشتت الموضوع. نعطي مثالين. مثال الأول الحياة الزوجية، الحياة الأسرية. الآن عادة لما تصير مشاكل بين الزوجين عادة كل طرف يقول أنا مظلوم. أتذكر أحد القضاة جاءت له امرأة وكانت تبكي فأراد أن يحكم لها، فجاء أحدهم إليه وقال له لا تحكم، لا تستعجل، اسمع الطرف الثاني، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. الإنسان ما في يحكم طرف واحد. على مستوى العلاقات الأسرية الزوجية يعني نتكلم بالذات، تجد أنه كثير من مثل طرفين، لا أقول الزوج أو الزوجة، الطرفين يشعر بأنه مغبون. مثل الزوج يشتغل، أنا يمكن أنا بعض الإخوان اللي يعني علماء الدين تجيهم هاي القضايا بكثرة، يعني تيجي الزوجة تقول مثل هذا الزوج ما معطينا حقي، يعمل فقط ويصير الليل يروح يسهر ويرجع بالليل وهكذا دواليه كل يوم. طب أنا إلي حق أيضا جاي من البيت خليني على أي أساس يعني قدامة يعني ولا شغيلة؟ هذا من جانب. طبعا لا نقول هذا الحق معها ولا الحق معها، هذا شيء مسألة أخرى. تجي نفس الشيء الزوج يقول أنا أشتغل وأصارع الحياة وأتعب وأجيب دخل للبيت وإلى آخره، الزوجة مو مهتمة مثلا، أسأل وين طالعة مثلا وكذا مشغولة بالأطفال. فإذا إلي حق أنا، هناك مشكلة. أحيانا من الصعب أنه تقرب بين وجهات النظر هذه، هذا من أين ناشئ؟ ناشئ أنه المشكلة إذا أول ما يشكل الإنسان أسرة لا يعلم يجهل، يعني يجهل ما هي الثقافة الحقوقية. الإنسان أول ما يعرف ماذا إلا وماذا عليه من أول. أما بعدين والله أنا أحد الأخوان مرة كان يقول لي أن زوجتي بعد أن تزوجنا وصار عندها أطفال اشتغلت وأنا ما يعجبني تشتغل، ما يعجبني. قلت له من أول أنت اتفقت معه؟ قال نعم. خلاص كل شيء اتفاق، غير المؤمن عنده شروطهم. من أول تدري أنت هاي المرأة تشتغل ولا ما تدري؟ قال أدري بس الآن غيرت رأيي مثلاً، وتصير مشكلة وصعب أحياناً تحل المشكلة. فمن أول مرة الإنسان يعرف هاي ثقافة تحتاج ماذا له وماذا عليه حتى نتجنب المشاكل. أكثر اليوم مشاكلنا وبلاوينا أكثرها على الأمور هذه حقيقة. زين هذا مثال لا أدخل به. مثال الثاني وهو في مجال الأبناء، الأولاد الله عز وجل أوصى الأبناء بالبر بالوالدين وطاعة الوالدين، طبعا في المجال المعروف ليس في مجال المنكر، وهذا شيء طبيعي لأنه الله عز وجل يوصي الأبناء باعتبار أن الأبناء بحاجة إلى أن يوصون بهذا المعنى، ولم يوصل الأبوين أن يديروا بالهم على ماذا؟ على أبنائهم. وهنا حدث الإشكال، مو سبب القرآن،
النصوص موجود فيها، الحديث موجودة، لكنه تفصيل وتأكيد على بر الأبناء بالوالدين أكثر. فظن الآباء أو بعض الآباء ظنوا بأنه لهم الحق وليس عليهم شيء، ما عليهم مسؤولية، لابد الابن يطيع غصبا عنه بدون مقابل. هذا صار إشكال هنا. الإشكال ما هو؟ أنه قد أحيانا الأب هو يوقع الابن في العقوق وهو لا يشعر. عندنا حديث يقول لعن الله أبوين حملا أولادهما على عقوقهما، يعني جبرة. واحد الآن مثلا افترض يعيش في الابن، أحيانا من الأشياء الجيدة في الحديث هكذا مذكور أنه الأب والأبوين أن لا يرهقانه، يعني باعتبار أنه حساس يصير واحد شاب مثلا، صحيح أمره لعلما يوعظ، لكن أن لا يرهقه بالأوامر بحيث بعدين يترك كل شيء، يترك كل شيء. كثير من المدينين مع الأسف متدينين، لكنه لعدم إحسانه بالتربية ولعدم معرفته في واقع الأمر يشوف الابن بعدين يكره الدين كله من وراء هذا الأب أو من وراء هذه الأم، يترك الدين كله يتركه. وحالات كثيرة موجودة. فيقول النبي لعن الله والدين حملا أولادهما على عقوقهما. كيف يحق الأب ابنه؟ كيف يحقه؟ أول شيء ما اختار له الحجر الطيب، هاي أول نقطة، لابد من أول مرة قبل ما يأتي الدنيا أن يختار له أم صالحة. أبو الأسود الدؤلي أحد أصحاب الإمام علي سلام الله عليه قال لأولاده إن لي فضل عليكم قبل وجودكم. قالوا وكيف؟ نحن نعرف أنه أنت بعد ما جئنا الدنيا أنت يعني ربيتنا وتعبت علينا. قال قبل أن تأتوا إلى الدنيا اخترت لكم أما صالحة. هذا جدا مهم أن يختار لهما الأبناء الحجر الطيب والصالح، وهذا ذو دور كبير. طبعا بعض الروايات تقول اختاروا للأم، يعني تأكيد على الأم باعتبار أنه تأثر أكثر، لكن لا، البنت اختار زوج جيد والزوج اختار امرأة جيدة، لا فرق الآن تقريبا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، نفس الشيء. هذه مسألة يختار لهما الحجر الطيب، وهذه مسألة أساسية أن لا يقصر مع الأبناء، أنه مو الابن يجيبه يذبه هكذا ما يعلمه ما يهذب على تعاليم الدين، بعدين من يكبر الابن يقول ما احترمني الابن، ما علمت أنت، ما علمت. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، مثل ما علموه الأول. إذا الأب ما يحترم مثلا ويسب مثلا أو يتكلم كلام غير جيد أمام الابن يتعلم نفس الشيء. فلهذا لابد أن يهيئ له الأجواء التربوية المهمة، هذا شيء جدا مهم وجدا. وأهل البيت سلام الله بين أيدينا الآن، يعني كثير سير أهل البيت وترى تجربة أهل البيت، تجربة بين أيدينا، يعني مو شيء هذا غريب عن حضارتنا. نحن عندنا في تاريخ أهل البيت سلام الله، في تراث أهل البيت نجد أنه كيف أهل البيت ربوا هؤلاء الأبناء. يعني ما واحد يسمع الآن مثلا علي الأكبر سلام الله عليه، يسمع القاسم بن الحسن، يسمع هؤلاء الفتية الآن، يعني دول تصور أنت ما كانوا معصومين، لا أحد يقول بعصمة أبناء الأئمة ما عدا الأئمة المعصومين سلام معروفين، أما أبنائهم لا أحد يقول بهذا. نعم في بعضهم يقول وصلوا إلى درجة من العصمة مقدار من العصمة، لكن ليست العصمة المعروفة، هذا موضوع له كلام آخر. لكن أبناء الأئمة مثل بقية البشر، الأئمة تعبوا عليهم، غرسوا فيهم القيم، ربوهم، فطلع إنتاج عندهم، طلع إنتاج. الإنسان لما يتعب ولما يبذل جهد لا يتوقع راح يروح جهد يروح بلاش، نادرة هذه صدفة، لكن بشكل عام كل ما الإنسان يغرس كل ما يعطي الله تعالى يرد إلى هذا الشيء. وأتذكر قضية الجدار اللي أقامه الخضر مع موسى عليه السلام، قصة مذكورة بالقرآن الكريم. يقول كان يمشي الخضر مع موسى فوجد جدار يريد أن ينقض فأقامه. أقامه، يسألون في الروايات أنه كان تحته كنز لهما، يتيمين عندهم أبوهم ترك لهم كنز، وكان أبوهما صالحا، لأن أبوهم صالح فالله تعالى كافأهم بصلاح أبيهم أن حفظ لهما الكنز
ومن الذي أقامه؟ أقام الخضر مع نبي من أنبياء الله الكرام. لاحظ؟ فإذا الله تعالى الإنسان لما يتعب ويؤدي ما عليه لا يتوقع يقول لا يمكن مثلا ما في هاي أمريكا صعبة والحياة الآن ماشية كلها والبير كرشر كما يقولون. لا، الإنسان أول شيء ما بالتالي ما يأس، هاي أول شيء لازم يكون عنده صبر طويل أيضا، لأن العملية شاقة. بناء إنسان، أنت تبني بيت يمكن يطول سنتين ثلاثة، لكن تبني إنسان يحتاج إلى فترة طويلة. الآن شوفوا أنت كل الكائنات الموجودة التي نعرفها، أكثر الكائنات الحيوانات مثلا الطيور الأسماك الأمور الكثير من الكائنات اللي حولنا، هذه فترة حضانتها فترة قليلة. يعني بعض الأسماك مثلا تخلي البيوض تروح تموت أصلا تموت، فهذه واحد يتفقس. وبعض الحيوانات تحتاج إلى فترة، الطيور مثلا فترة قليلة، الإنسان يحتاج فترة طويلة. الإنسان مو شيء عادي، يحتاج فترة طويلة. شوف الطفل الآن يكبر ويصير عمره يمكن 15 16 سنة 20 سنة، هو بحاجة إلى أبويه، بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى توجيه. لهذا الإنسان مشروع الله عز وجل، خليفة الله في الأرض. فمو بالهين واحد يقول الله يجي الآن يلا نتزوج ونسوي أطفال. هو الله كريم، الله كريم، نعم الله كريم، لكن الله تعالى أيضا أعطانا عقل وأعطانا طرق كيف نربي هؤلاء. نحن الآن نتمنى في هذه المدرسة أيام عاشوراء نتمنى أن نسمع ذكرى مثل ذكريات أهل البيت سلام الله عليهم وبطولاتهم ونفتخر بهذا، لكن نحن واقعنا الآن قادر على أن نطلع نماذج كهذه أو على الأقل مثلنا في طريقها. الآن هذا السؤال يأتي هنا، نحن الآن لما نذكر سيرة علي الأكبر سلام الله عليه لماذا؟ نذكرها عند للبركة فقط أو للثواب؟ كلا، نذكر سيرة صاحب هذه الليلة، صاحب هذه الذكرى كشاب من الشباب. زين، بعضهم يقول في العشرين، أقل من 20 سنة، بعضهم يقول أكثر على اختلاف الروايات. المهم شاب من الشباب تحلى بالقيم، الصدق، الإخلاص، الصمود، الوفاء، الشجاعة. هذه القيم كان يحملها علي الأكبر وطبقها، وكان صادقا مع نفسه، كان صادق مع نفسه. ولا يقول الشاعر لم ترى عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى للسدى والندى، أعني ابن بنت الشرف الفاضل. ثم يقول لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. كم من الناس بالله عليك الآن مو يبيع الحق، يبيع كل شيء، كل شيء يبيعه. زين، حتى يبيع أمه وأبو بعض الناس من أجل حفلة من الأموال. علي الأكبر هذا ما نذكره إحنا الآن، وبس بالذات شبابنا يعني لما نذكره، إنسان في مقتبل عمره في ريعان عمره، وإذا بإمكان الطرق كانت مشرعة أمامه يمكن يترك. وهكذا طرح علي بعض أهل الشام أنه أنت لماذا تقتل نفسك؟ إن لك رحما بالخليفة بيزيد، لأنه أم علي الأكبر نعم ليلى بنت أبي مرة بن عروب مسعود الثقفي كانت أمها على كل حال بنت أبو سفيان، فهناك صلة من قبل الأم. فقال له أنت عندك قرابة مع الخليفة، فلماذا استغل هالقرابة وأنجو بنفسك؟ كان يقول لهم إن قرابتي من رسول الله أولى. شو يسوي أبو سفيان؟ قرابتي من رسول الله أولى. وكان فعلا يعني مو بس صورة النبي. يعني الآن إحنا لما نقرأ ونذكر أن علي الأكبر كان مرآة الجمال النبوي، كان صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المدينة لما يشوفون علي الأكبر، يعني هذا المذكور تقريبا في بعض المصادر أنه علي الأكبر كان من أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض أهل البيت كانوا يشبهون النبي، ولكن علي الأكبر كان خلقا، وهكذا كلام الإمام سلام الله عليه، خلقا وخلقا ومنطقا من كل الجهات يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نذكر سيرة علي الأكبر ونقدم هذه السيرة، كان علي الأكبر مثال الطاعة والإخلاص لأبيه، ليس لأنه بس أبو إمام فقط، كان عنده فد نوع من الوعي العالي في ذاك الزمن. أين كان الشباب؟ وين كانوا؟ مثل ما هالزمن الآن كثير من الشباب مع الأسف تأخذهم التيارات، تأخذهم التيارات الانحراف والفساد. علي الأكبر شعر بمسؤولية، شعر أنه هو مسؤول أمام رسالة، مسؤول أمام مجتمع، مسؤول أمام أجيال، ولهذا لا بد أن يقف الموقف وإن كان في حياته، وإن كان في التضحية يطلب وقف. فإذن الحقوق والواجبات
هذه ثقافة ولا أريد أن أفصل فيها لأنه لست في مقام تفصيل أكثر من هذا. علينا أيها الأحبة حتى ننشئ أجيال وحتى ننشئ أسر ناجحة حتى نتجنب ما تمر به الأسرة اليوم من مشاكل ومن كثير من مع الأسف الاختراقات، لابد أن نعرف حقوقنا من أول مرة، نعرف واجباتنا، نقيمها على أساس قوي، على أساس متين. هذا شيء جدا مهم من البدايات يعني. ولهذا يطلع لنا علي الأكبر مثلا وامثل علي الأكبر، لأنه جاء في أسرة، علي الأكبر ابن أسرة، أسرة اهتمت به، أسرة ربته، الأب اللي كما ذكرت مو داير بال الابن ولا راح ركض ورا الدنيا ورا الشغل ورا كذا. واللي يتوقع الإنسان لما يكون ما عنده وقت لأبنائه، يعني باليوم ساعة ربع ساعة، بالأسبوع ساعتين يجلس معهم يتباحث معهم يتحاور معهم، ليه يتوقع منهم الخير أبدا؟ ليه يتوقع؟ كما يعطي التلفزيون يعطي الأشياء أخرى ليعطي للأبناء وقتا حتى يأخذ بالمقابل بعدين، لأنه هذا غرس إلى يغرس ثم يحصل بعدين. فكان علي الأكبر صاحب هذه الليلة، كان في الواقع الأمر الإنسان ماذا يتحدث عن علي الأكبر؟ بعض أحد الباحثين يقول القلم هنا يجف، بعد لما نصل إلى علي الأكبر يجف القلم، ماذا يقول الكاتب، ماذا يقول الخطيب عن هذه الشخصية؟ صحيح التاريخ ما ذكر عنه كثير، التاريخ الآن هو لم ينصف حتى المعصومين، لم ينصف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول أساءوا إليه لما جاء علي الأكبر. فإذا علي الأكبر راحت صورة من صور الوعي اللي عنده يذكرها التاريخ سجلها، يقول وصلوا إلى في طريقهم إلى قرى الطرف، طلعوا من قصر بني مقاتل في طريق كربلاء، الحسين عليه السلام هومت عيناه نام، فجلس وهو يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له علي الأكبر أبا يا حسين الاسترجاع حسن، سنقول إنا لله وإنا صحيح جيد هذا، ولكن لما استرجعت؟ قال بني أنا نمت قليلا فرأيت كأن فارسا يمشي معنا يقول لقوم يسيرون المناية تسري معهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا، عارفين أنه رحينا للموت والشهادة. علي الأكبر في هذا يعني واحد الآن مثل يقول لابنه راح يموت مثلا، هو يفزع الابن يخاف، رأسا قال له أبا أولسنا على الحق؟ قال له إي والذي إليه مرجع العباد. قال له إذن أبا لا نبالي أن نموت محقين، ما في مشكلة نموت، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصاعي، مو مشكلة شلون يموت الإنسان، مو مسألة. هذا واحد من الأصحاب اسمه ذو النجادين معروف، هذا كان غير مسلم فأسلم، يقول لما أسلم أمه أخذت من عنده كل شيء حتى ثيابه، تصور حتى ثيابه أخذوا من عنده، فجاءه أحد الأشخاص انطى قطعة قماش ولفها قطعها قسمين لفها على جسمه، فنجاد يعني هو كساء يعني، وثم جاء للمدينة، جاء يمشي إلى وصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسمه، قال اسمي عبد العزة، طبعا من الآداب من حقوق الأبناء على الأهل أنه يحسن الاسم، يحسن اسم أبناء، الاسم له دور كبير، يلعب دور في شخصية الإنسان وفي نفسية الإنسان، بعض الناس مع الأسف ما يدري بال الآن لأنه هوية الإنسان من اسمه أحيانا، وهذا اللي يبين اهتمام أهل البيت عليهم السلام بتسمية أبنائهم بأسماء جيدة، بل اهتمام السماء بتسميتهم، وهذا ما ذكر في الأحاديث أنه لما ولد الحسن والحسين سلام الله عليهما من اللي سماهم؟ النبي اللي سماهم، والنبي من الذي أخبره؟ قال لقد أخبرت أو لقد أمرت أن أسميهما بحسن وحسين. الله صلي على محمد، تستاهل صلوات أكثر من هيك. فتصور السماء تتدخل في تسمية الحسن والحسين سلام الله عليهما، هذا شيء مهم، شيء جدا مهم. التسمية تلعب دور، لها أثر بنفسية الإنسان، لها أثر في نعم في رؤية الإنسان، في هوية الإنسان، الآن حتى لها أثر مذهبية أيضا مع الأسف في بعض المناطق الضيقة اللي هي نظرتهم ضيقة، لو سمى الإنسان باسم مثلا
من هالاسماء اللي عندنا احنا مثل عبد الامير وعبد كذا، هذا بعد يبتدي هذا راسا خذوه فغلوه للحبس. زين، فاذا الاسم له دور كبير. فهذا قال اسمي عبد العزة، قال غير اسمك فسماه سمي بذي النجادين. هذا المهم جاء في تبوك، راح غزوة تبوك، قال رسول الله ادعوا لي، ادعوا لي بالشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دعا له قال دعوت لك ان لا احد من الاعداء يصيب دمك. قال ليش يا رسول الله؟ انا ادعو الشهادة. قال لا تبالي، الشهادة مو بس بالموت بالدم، يعني مو بالقتل بالسيف، بس ربما تموت وانت في ميدان الحرب. فعلا راح الى هناك وتوفي في المعركة. قال تموت بأي طريقة أنت شهيد، لأن أنت رايح إلى معركة. فلا لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، هذه الأكبر نفس الروحية يحمل، يقول إذا لا نبالي أن نموت محقين. فالحسين جزاه خيرا وصلوا إلى الطف. كان هذه الأكبر الدور، هذه الدور يقول في قضية ليلة السابع لما جابوا الماء، كان هو مع العباس سلام الله عليه، يعني في حمس وجابوا الماء بعد أن قطع عليهم في يوم عاشوراء. لاحظوا التضحية كيف تكون. يوم عاشوراء تقدم علي الأكبر وأول السلام عليك في الزيارة الناحية، السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من نسل إبراهيم الخليل. أول واحد قدم ليبرهن للعالم، ليبرهن للأجيال أن التضحية لابد أن يبدأ بها صاحبها، صاحب الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله. اجعل الأكبر من الحسين عليه السلام طبعا استأذن، الأكبر من هو قائد الجيش استأذن من الإمام عليه، هكذا تقول الروايات، لم يعطه إذنا صريحا بالقتال، ما قال له أخرج مثلا للقتال كما أعطى البقية. يقول المؤرخون رفع يديه إلى السماء وهو ينظر إلى هذه الصورة، صورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ثم دعا عليهم اللهم امنعهم قطر السماء بركات الأرض فرقهم تفريقا. فهم علي الأكبر الإذن، عرف من هذا أن الحسين بعد خلاص أعطاه الإجازة، قال له بني ودع. يقول بعضهم يقول اعتنقه الحسين عليه السلام ثم سقط ساعة إلى الأرض في المخيم. الحسين ما بكى أمام الأعداء كما يقول البعض، يعني ينسب هذا لكن غير صحيح، بالمخيم نعم، اعتنقه وسقط إلى الأرض. الشاعر يصور هذه الصورة، أولي من تلاقى وعند الوداع أعذروا ما بعد ما لقى غير هسا يا حنان ظهر على ابن والأبو لما تقدم علي الأكبر وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. أخذ يقاتل، بعضهم يقول كانت أمه ليلى موجودة بالطرف، يقول لما قاتل من مقتل منهم غاص في أوساطهم كانت أمه تنظر إلى وجه أبي عبد الله الحسين، يشوف وجه الحسين مبتشر مبتسم، لأن علي الأكبر يذكرهم ببطولات علي بن أبي طالب سلام الله عليه بينه وكذلك، وإذا به قد تغير وجه المولى أبي عبد الله. قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لا يا ليلى، لكن برز إليه من يخشى منه عليه. ماذا أصنع أبا عبد الله؟ قال ارجعي إلى الخيمة ادعي لولدك، فإني سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. رجعت إلى الخيمة صاحت إلهي بصبر أبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، أردد علي ولدي. ردت الخيمتها الغريبة
وتوسلت لله بحبيبها بالحسين وش ما في مصيبة يا راد يوسف من مغيبة أريدك علي سالم تجيب. يقول رجع للمخيم يصيح أبا يا حسين العطش قتلني ثقل الحديد أجهدني هل إلى شربة ماء من سبيل. الحسين يقول له بني انظر أنا أشد عطشا منك. هل الشاعر يستغرب يقول يشكو لخير ابن ظماه وما اشتكى ظما والحشا إلا إلى الظام الصدي. قال بني ودع ودع أمه ودع العيال ونزل إلى الميدان ينادي الحرب قد بانت لها حقائق والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. يذكرهم ببطولات أمير المؤمنين علي ولكن بينه هو يقاتل أجركم الله بصر به مرة ابن منقذ العبد. قال علي أثام العرب لئن لم أثكل به أبا أقبل إليه. الأكبر يقاتل يقول هذا اللعين ضربه برمح في ظهره فأخرجه من صدره. أيوا علي يا هو سيدا. سقط علي الأكبر على فرس الفرس صور دماء سالت من الفرس فرت به إلى جهة الأعداء. أقبلوا إليه يضربونه بسيوفهم يقطعون به إربا إربا. نادى برفيع صوته أبا يا حسين أدركني عليك مني السلام أبا عبد الله. أقبل الحسين مسرعا إليه يقولون أرخى هكذا العبارة يقول أرخى رجليه من الركاب يعني سقط على ولده وضع خد على خد عزيزه وهو يصيح ينادي ولدي علي ولدي على الدنيا بعدك العفا. أما أنت فقد استرحت من همها وغمها وأبقيت أباك لهمها ولدي وما أسرع اللحاق بك يا ابني علي يا فتشة العين يا ابني صواب الظاهدك ويم أنا مني نجتني كربل مني. ثم قال لفتيانه احملوا اخاكم. حملوا علي الاكبر ورجلاه يخطان في الارض ووضعه في المخيم. اقبلت زينب عمته زينب تسال الحسين علي راح شاف والنبل شابك علي راح هو فوق وصفق راح علي راح صاح حسين يا زين علي راح يا خوه يا ظلمت الدنيا علي لا طاب عيش بعد يا أومك لا صفا وظلمت الدنيا بعين يا مذخفة عني ضياء يا شبيه المصطفى فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا. ما بعد يومك من زمان أرغدي يا الله. إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله
لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. تقبل أعمالنا وأعمال المؤسسين بأحسن القبول إلى أمواتكم وإلى من مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء والشهداء. نهدي للجميع الثواب الفاتحة مع الصلاة.